شباب النضال الكبار، لنا قد رسمتم سبيل النجاة، هدمتم صروح الطغاة بعزم وشدتم لتونس صرح الحياة. هنيئا لأرضي أمجادها وأبطالها الصيد أجنادها، تحدت وطارت وفازت بنصر وشيع بالخزي جلادها. أهلا بك جدا دور كنت حكينا عن تظاهرك اليوم. شكون المشكل معكم؟ جروب معنا دونك انا و جروب تاع دي مومبر سي تاع فوت شونجي بيزير، انا كاني جيت اكسيون خدمنا فيها بون تعبنا خدمنا كي جمعتينا كيك دونك خدمنا في صافي. محمد شعبي لازم مومبر في اسوسياسيون سي تاع فوت شونجي بيزير. بدأت الاسوسياسيون هذه 12 مارس 2011 بعد الثورة، بدينا من الأول كجروب فهمتني 8 بيرسون، نخرج يعني ننظفوا في البلاد نعملوا ايفينمونات، بشوية بشوية ولينا اسوسياسيون، كل مرة نعملوا ايفينمون حاجة يعني تنفع بنزرت، كسوا تنظيف ولا اكسبوزيسيون ولا معرض ولا أي حاجة. اليوم 14 جانفي عملنا اكسبوزيسيون في دار الثقافة الاني، عملنا اكسبوزيسيون فوتو كيما ترى وتصاور، وان شاء الله عندنا اتوليي دو بانتور غادي ديجا فما خشاشة صغار تصور، ومن بعد عندنا بروجيكسيون بتاع فيلم يحكي على الثورة. مرحبا بك في سيرتا بلوك. كنت تحكينا على نهار اليوم شو عملتوا بالضبط؟ والله احنا جمعية سيتا فوت شونجي بيزير، انتم ما تغيروا المنظر، احنا حابين نحيوا ذكرى ثانية للثورة من خلال معرض صور. الكونتكست نتاعو معناتها شنو صار في بنزرت اكزاكتومون، مش تونس كامل، معناتها حابين نختاروا صور اللي صاروا في بنزرت. وبعديكا وعندنا اون ميم طون في نفس الوقت اتولي معناتها تاع الصغار يصوروا اللي يحبوا عليه، كيف كيف الموضوع عندكم ما نقولوا لهم راهو صوروا حاجة على بنزرت وإلا على تونس، معناتها شنو يعني تبع الثورة، هما خشاش صغار ما